بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال مقاطعة سيدي بليوت كانت مجموعة من الأنشطة اللي غادي تنطلق إن شاء الله من اليوم، وهي عبارة عن أنشطة ثقافية ورياضية واجتماعية بمشاركة المجتمع المدني بدعم كبير من الأطر ومن المستشاري ديالها. إذن باسمي وباسم مقاطعة سيدي بليوت كنجدد آية الولاء والطاعة للسدة العالية بالله صاحب جلالة محمد السادس والعائلة الشريفة بأكملها، وكنتمنى التوفيق لجميع الجمعيات اللي غادي تشارك معنا في هذه الأنشطة. إذن غادي تنطلق من اليوم كيف ما قلت لكم، وغادي تبقى طيلة شهر نوفمبر إلى غاية 30 نوفمبر إن شاء الله. والبرنامج راه كاين في صفحة التواصل الاجتماعي ديال المقاطعة، وإن شاء الله أي سؤال أو أي معلومة غادي تطلبوها منا حدا راه الإشارة. شكرا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.